صندوق الأخبار. السلام عليكم ورحمة الله. تمكنت عناصر الشرطة القضائية من توقيف رجل الأعمال المغربي الشهير جوناثان هاروش متلبساً بحيازة الكوكايين داخل فندق مصنف بالدار البيضاء بمعية فتيات. وأكدت مصادر أن رجل الأعمال المغربي اليهودي جوناثان هاروش مالك سلسلة النوادي الرياضية الشهير سيتي كلوب، وتم توقيفه رفقة فتيات متلبساً بتعاطي الكوكايين وحيازة كمية كبيرة داخل سيارته.